الرياح لواقح. النباتات عالم خاص من الكائنات الحية على وجه الأرض. يعد التلقيح في النباتات عملية أساسية للإخصاب وتكوين البذور والثمار، إذ تتكون حبيبات اللقاح في العناصر الذكرية للزهرة، ثم تنتقل هذه الحبيبات إلى العناصر الأنثوية فتلقحها ويتم الإخصاب. تختلف طرق انتقال حبيبات اللقاح باختلاف نوع النباتات، فهناك فضلا عن التلقيح بواسطة الإنسان ثلاث طرق أخرى، وهي: أولا، التلقيح بواسطة الحيوانات كالحشرات والطيور، حيث تنقل هذه الحيوانات حبيبات اللقاح عبر أرجلها وأطرافها إلى العناصر الأنثوية. ثانيا، التلقيح بواسطة المياه. ثالثا، التلقيح بواسطة الرياح. وهنا يرد سؤال، وهو: ما دور الرياح في عملية اللقاح؟ جاء في الموسوعة العالمية أن التلقيح الريحي هو خاصية للنباتات ذات الأزهار غير المميزة، والتي تفتقد عادة إلى الأريج والرحيق الجاذب للحشرات والطيور، حيث تقوم الرياح مكان هذه الحيوانات بعملية التلقيح. من النباتات التي تعتمد بشكل أساسي على التلقيح الريحي الصنوبريات والسنديان والقنب والبندق. فكيف تتم عملية التلقيح الريحي؟ تكون العناصر الذكرية عادة معرضة للهواء بحيث يسهل انتشار اللقاح، فتحمل الرياح كمية وافرة من هذا اللقاح الخفيف الوزن والجاف عابرة به مسافات شاسعة إلى العناصر الأنثوية. هذه العناصر الأنثوية كما تذكر الموسوعة البريطانية الجديدة، إما أن تكون في أعلى النبتة، وإما أن تزهر باكرا قبل نمو الأوراق في الربيع، كما تتميز باحتوائها على مياسم طويلة ومقوسة لتأمين مساحة أوسع لالتقاط حبيبات اللقاح حيث يتم التلقيح. لقد أصبح مقررا عند علماء النبات بعد سلسلة من الدراسات العلمية منذ القرن التاسع عشر أن التلقيح الريحي عملية أساسية للإخصاب. فهل ذكر أحد قبل هذه الدراسات شيئا من ذلك؟ في شبه الجزيرة العربية نزل القرآن الكريم على قلب النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مما أوحي إليه قوله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال طائفة من المفسرين بأن الرياح اللواقح هي جمع ريح لاقح وملقحة، وضدها الريح العقيم. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه معنى لواقح فقال: لواقح للشجر والسحاب. هذا التفسير يشير إلى تلقيح الرياح للشجر، وهو ما توصل إليه علماء النبات حديثا. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم عالم نبات ليصدر عنه مثل هذا القول وهو النبي الأمي؟ أم هل كانت عنده دراسات حول النباتات وهو قاطن الصحراء منذ أكثر من 14 قرنا؟ فالحمد لله القائل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.